اهلا بحضراتكم، لسه معاكم في فقرتنا الاخباريه. مصر النهارده حصل فيها ايه؟ والحقيقه احنا دايما بنسعد بوجود اي نماذج مصريه او عربيه موجوده في الخارج، سواء لتمثيلنا او للقيام باي نشاطات، سواء سياسيه او رياضيه او اقتصاديه او حتى فنيه. كل ده في النهايه بيعطي صوره مغايره لما في عقل واذهان الغرب عن مصر والعالم العربي والعالم الاسلامي. واحد من هذه النماذج اللي انا كلمت حضراتكم عليه في المقدمة اسمه روني خليل، وهو امريكي من اصل عربي مصري. روني بيعمل في المجال الفني وبيعمل ستاند اب كوميدي، اللي هو نوع من انواع الكوميديا المسرح الواقفة عن طريق الكلام الساخر والمواقف الكوميدية الساخرة. هنتكلم في هذا النشاط، وهو بيجهز لفيلم اعتقد هيعمله قريبا في مصر. لكن الاهم اللي انا توقفت عنده جدا وكلمتهم قلت لهم روني يجي هنا بكرة على موضوع اخرق العام او احمق العام او البلد عندنا كده في مصر سميه الاهطل بتاع السنه دي. ازيك يا روني؟ انا كويس، انتوا ازيكم؟ اخبارك ايه؟ اهلا بيك يا روني. اهلا. روني، عايزاك الاول تكلمنا عن فكره تنظيم المهرجان. اوكي، المهرجان هو 4 ايام وعملناه عشان كنا عايزين نغير النظر بتاع العرب في امريكا، وخصوصا في هوليوود. احنا عارفين الافلام والتلفزيون، يعني كل حد حوالين الدنيا بيتفرج على الأفلام والتلفزيون الأمريكاني، ولو نقدر نغير النظر بتاع العرب في الأفلام والبرنامج نقدر نغيره في بقية أمريكا. فقلنا هنعمل مهرجان وهتبقى كله كوميدي. اسمه مهرجان كوميديا الشرق الأوسط، اسمه The Middle Eastern Comedy Festival. هو اللي انا قلته بالظبط. بالظبط كده. مهرجان كوميديا الشرق الاوسط. هو كده بالظبط. بالظبط، بس هي فرق ثقافات. صح. ف انا وواحد صاحبي لبناني بس مولود في امريكا كده زيي، جينا بالمهرجان وعملناه اول سنه السنه اللي فاتت، دي تاني سنه، وقلنا السنه دي هنعمل حاجه هنغيرها شويه وندي الجائزه دي. المهرجان الاول انت بتعملوه في ايه؟ في لوس انجلوس. لوس انجلوس. وعندنا حوالي 40 ممثل ومخرج وسيناريويست بيجوا مع بعض ويكتبوا كل الكوميدي وبعدين نمثل. ليه اخترتوا فكره انكم تختاروا اخرق العام؟ هقول لك، احنا كنا بندور على جائزه وما كناش عارفين هندي اي جائزه، وقعدنا نبص على كل الستوريز في أمريكا، وواحد صاحبي اللبناني قال لي لازم تشوف الإعلان ده. فتفرجنا على الإعلان وقلنا ده أغبى إعلان في الدنيا. ده إعلان أو فيلم تصويري لدعاية انتخابية لأحد مرشحي الكونغرس. صح، الأمريكان. صح، اسمه دان فانيلي. دان فانيلي. أوكي. ومن فلوريدا. ومن فلوريدا. وأنتوا شفتوا أنه هو إعلان في أسمى آيات التمييز والعنصرية اللي ممكن الواحد يشوفها في العالم. يعني هقول لك إن يعني الأفلام والحاجات دي لما بيوروا العرب يعني بيوروها بطريقة غلسة، بس على الأقل في الستوري يعني لو إرهابي، لو حد شرير، ماشي مش لذيذة بس ماشي، بس تعدي. تعدي يعني. بس دان فانيلي ده اظن هتوروا الاعلان بعد شويه. يلا عايز توري الاعلان وعلق لنا عليه اثناء وجوده على الشاشه. اوكي، فدلوقتي عنده واحد ابيض جنبي بيقول هو ده شكله زي الارهابي او ده، وطبعا بيجيب واحد عرب شكله بيبص في الكاميرا وزعلان وبيقول يعني لو انا لو تنقوني عشان الكونغرس انا هتاكد ان الناس زي ده العرب عمرهم ما هيجوا جنب طياره. هو ده الاعلان بتاعه. ده الاعلان بتاعه. إلهي تقع بالطيارة. فطبعا احنا قلنا لا، مش هينفع الكلام ده. ولازم نقول ان عشان لو عملوها بأي حد تاني، لو كان واحد اسود، لو كان واحد مكسيكي، لو كان واحد يهودي، اي حاجة غير واحد عرب، امريكا كانت يعني اتقلبت وقالوا لا مش ممكن كده. بس معنى اللي انت بتقوله ده روني ان فعلا الفكر العام او الثقافه العامه في امريكا مايله للتمييز او العنصريه ضد كل ما هو عربي. يعني لو فكره زنوج او سود او اسيويين صفر او هنود كانت الدنيا اتقلبت، لكن الدنيا مشيت وعدت وربما لقى استحسان علشان يعني يهين شويه الجانب العربي. صح، هقول لك يعني بعد سبتمبر 11 حاجات كتيره اتغيرت. وكان في وقت يعني حاجه كده ما كانتش تنفع، بس بعد سبتمبر 11 في كميه ناس
شافوا العرب بس ان شريرين ووحشين وحاجات كده. فاحنا لازم بسيط ببسيط نغير النظر وحاجات كده. مش ممكن يعني احنا لازم نقف ونقول ما ينفعش كده. كل السود والمكسيك وكده عندهم ناس بيجمعوا مع بعض عشان يقولوا ان حاجات كده غلط. شايف ان احنا بره كعرب محتاجين نجمع نفسنا اكتر علشان نقف قدامهم ونقول ان كده غلط. هي ديت اكبر مشكله، ان مفيش الشجاعة كفايه ان يجوا يقولوا كفايه. يعني كفايه اليهود هم عندهم population صغيره قوي، مفيش ناس. يعني البوبوليشن في امريكا مش كبيره، بس بيحطوا كل الفلوس بتاعهم كل الريسورسز بتاعتهم وعندهم المسج الرساله يعني عارفين بالظبط عايزين يقولوا ايه وبيعملوها بطريقه صح. طيب خلينا في دان فانيلي عشان انا يعني حبيته الراجل ده. انتوا قررتوا ان تمنحوا الجائزه، جائزه اخرق هذا العام او اهطل هذا العام او اغبى حاجه اتعملت السنه دي. واعلنتوها واعلنتوه. الغريب انه جه. جائزه ابجح هذا العام كمان. لا احنا ما كناش افتكرناش ان هيجي طبعا. يعني قلنا هنبعت له ايميل نخليه يعرف ان هو كسب. برافو. ده هنا هو بيتكلم بعد ما استلمها قال ايه؟ هل علق عليها ولا هقول لك. هو مصمم ان ما عملش اي حاجه غلط. دي ألذ حاجه. جه وبيقول ان انا بس عايز اتاكد ان امريكا يعني ما فيش حاجه هتحصل لها، واحسن طريقه ان لو في حد بني ناخده ونشوف في ايه في الشنطه بتاعته وحاجات كده. اللذة بتاعت امريكا ان مفروض اي حد من كل جنسيه من كل دين من كل حاجه يبقى يتعامل نفس زي بعض، وهو بيقول لا. فدي اكبر مشكله. يعني ستيل وهو واقف على ستيج معاكوا على المسرح واستلم الجائزه مصر على المسج او على الرساله بتاعته ان هو مش غلطان في الدعايه الانتخابيه اللي عملها. صح. هو قال ان مش كل الناس زي بعض. ما هو قال ان الاعلان احنا مش فاهمينه قوي. بس يعني لما تتفرج على الاعلان بيقول بالظبط اللي انا قلته. لا من غير ما تقول الشكل حتى بس صادقا زي شرم الشيخ للباين بالظبط يعني. بس هقول لك ان يعني احنا قلنا له اتفضل تعالى واحنا هنسمعك عشان احنا عايزين نوري ان انت نظرك مش زي نظرنا. ومش مشكله بس نقدر على ان نتكلم. انتوا كده بتديله السامبل النموذج الصح، ان مع اننا كارهينك وزعلانين منك بس بنديك فرصه ان انت تيجي وتتكلم عندنا. صح. لان هو ده المسج اللي احنا عايزين نوصلها. ويشوف كمان ان كل الناس اللي في الاودينس مش زي اللي هو بيقول. يعني هو لازم حاجه هو يعني كمان عشان يجي يشوف الجمهور. صح. يشوف في ناس مثقفين وناس محترمين وناس خارجه للبهجه، مش كلهم عنصريين وكلهم ارهابيين وعايزين يدمروا البشريه. هو بالظبط كده. ودي اهم حاجه. جه قعد لمده ساعتين اتفرج على الحفله كلها، قعد يضحك وبعدين بعديها قعد يتكلم مع الناس اللي في الاودينس واتكلم مع الكوميديانز وابتدى يفهم شويه. صح. يعني طبعا تفتكر ابتدى اظن يعني ما غيرناش رايه خالص يعني. بس هو هي دي اهم حاجه، الناس يتكلموا مع بعض. روني يعني في ثانيه هتعمل فيلم فعلا في مصر بمشاركه النجمه الكبيره يسرى؟ بنشتغل عليها دلوقتي. كويس. كتبنا السيناريو، بشتغل مع محمد حفزي من فيلم كلينيك. عندنا المخرج اسعد كلاده، مصري بس مشهور قوي في امريكا. فبنشتغل في مصر ولا في امريكا؟ مفروض يتصور هنا بس نوريه حوالين الدنيا. ده هو ده الهدف الاساسي اللي احنا بنحاول دايما نقوله. الا اخر سؤال، الجائزه كانت عباره عن ايه؟ الجائزة هي حمار فوق بس مش فوق حاجة، كفاية انه حمار حمار وخدها. طب كويس. احنا بنشكرك روني خليل. احسنت يا روني. شكرا جدا. شكرا ليك. فاصل سريع ونستقبل مع حضراتكم ضيوف. اول فقرة معانا النهارده مع تامر امين عن مستقبل الصحافة الخاصة في مصر.